بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم الكعبة بطريقة بسيطة خالص وسهلة، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. اول حاجة معانا فوم جريتر اسود ولون اللي هو الذهبي ده كمان، ومعانا كرتونة بالشكل ده، طولها حوالي 20 سنتي في 15، ومعانا قطعة جوخ برضو مربعة مستطيلة، ومعانا حتة فيلا، ومعانا ستان اسود، ومعانا شيش، ومعايا مسدس شمع، ومعايا المقص. اول حاجة هبدأ بيها هغلف الكعب. هجيب الكعبة، ادي الكعبة عندي اهي، هغلفها. هجيب اللون الاسود بالشكل ده. اول حاجة هبدأ اغلف الكعب بالشكل ده كده، تمام. هثبت، اجيب الشمع معايا، نجيب الشمع كده، نحط حتة الشمع هنا كده. بالشكل ده كده. اجي بقى تانية للجنب التاني كده، والزقه بالشكل ده كده. سهلة خالص وبسيطة ومش بتاخد وقت، بالشكل ده كده. واحاول ادخل الشمع هنا كمان عشان تثبت، وهنا احاول بقى اقص. هجيب بقى الجنب التاني برضو، بعد ما قصيته هجيب لزقة الجنب التاني كده بالشكل ده كده. كده خلاص انا غلفت الكعبة بالشكل ده كده. هعمل لها بقى الاطار، في اطار بيبقى فوق كده، ونعمل الباب. هنجيب المقص وهعمل اطار، هو بيبقى عريض شوية، هقصه. طبعا هعمله باللون اللي هو الفضي ده او الذهبي ده. بالشكل ده كده حاول يكون قد بعضه، هسويه بالشكل ده كده، تمام كده. الإطار اهو، هعمل بقى باب صغير يعني مناسب للحد كده. بالشكل ده، وهلزقه هنا، وهلف الإطار بالشكل ده كده فوق. نجيب الإطار هلزقه هنا،
خلاص ركبت الإطار، هركب بقى الباب بالشكل ده، الشكل ده كده كده في الجنب الشمال كده. بس كده خلصنا، غلفنا، ركبنا الإطار و ركبنا الإطار والباب، وبقيت بالشكل ده كده. ممكن نعمل اللي هي حاجات زي المستطيلات كده ونركب. خلصت الكعبة بالشكل ده، خلاص بالشكل ده هبدأ بقى أعمل لها قاعدة أحطها عليها. هجيب حتة فلة بيضة اهي، وهحط عليها جوخ أبيض، تمام. هلزقها الأول بالشمع، خلاص لزقت الجوخ على الفل. هجيب بقى الفلة كده واجي حاطه حتة شمعة كده، واجي لفها بخيط فتاة كأنها يعني ايه القعدة بتاعتها كده، تمام. وبالشكل ده كده، بالشكل ده كده، واجي لفه، اجي لفه كده بالشكل ده. طبعا حته زياده هي لزقها الشفت اقطعها يعني بالشكل ده. بس كده واجي جايبه الكعبه وحطاها كده، تمام، في النص كده، تبقى بالشكل ده كده، تمام. بعد كده هحاول اعمل يعني اشخاص بالقطن والشيش، هحاول اعملهم بالشكل ده كده وادخله جوه الشيش، وكأنه يعني واحد بيحج، بحيث هحطهم يعني احنا كنا في الكلية بنعمله يعني حاجات شبيهة كده، ماشي. لو يعني عايزة اعمل كمية ولا حاجة، مشروع مثلا كبير ولا حاجة، اعمل حاجات زي كده بالشكل ده. لكن انا لو هقدمها بقى للطفل هو هيفهم الشكل، الشكل هيعبر يعني. واجيب بقى اي حتة جوخة، او اجيب حتة جوخ واعمل راسه. هو مجرد ان الطفل يشوف الكعبة خلاص هو فهم ان ده حج، تمام. فانا همثل ولو بحاجة بسيطة خالص بتعبر عن الحج بالشكل ده كده، حاجة بسيطة خالص معبرة وبسيطة بتعبر عن المضمون. نيجي حطاها جنب الكعبة كده، وبكده يكون خلاص خلصنا رسم الكعبة. هو سهل وبسيط خالص، احنا كده ممكن نستخدمه في كوسيلة تعليمية في مثلا قاعات رياض اطفال، او ممكن نستخدمه للطفل ان احنا نعمله له ونعرفه حاجة دينية موجودة. وكمان هي بسيطة خالص وسهلة، ويا رب تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.